موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. مقتل عنصرين من مرتبات فرع الأمن العسكري التابع لسلطة الأسد إثر استهدافهما بالرصاص المباشر في قرية عين ذكر غربية درعا وفق تجمع أحرار حوران. السفارة الأمريكية في دمشق تقول إن سوريا أصبحت المصدر الرئيس للكبتاغون في ظل سلطة الأسد، وإن الأرباح غير المشروعة من هذه الأنشطة تؤدي إلى استمرار قمع السلطة للسوريين. الجيش الأردني يعلن قتل مهرب وإصابة آخر في عملية تسلل وتهريب مواد مخدرة من مناطق سيطرة سلطة الأسد. المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن تؤكد أن سلطة الأسد تستمر بمنع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى آلاف المدنيين بمخيم الركبان، مما وضع سكانه على شفير الكارثة. المندوب التركي في مجلس الأمن يرد على ممثل سلطة الأسد معتبراً أن كلماته تظهر انفصال السلطة عن الواقع، وأنها ليست في موقع يسمح لها بإلقاء الدروس على الآخرين بخصوص اللاجئين السوريين. مسؤول السياسات بالمجلس السوري الأمريكي يعلن إدراج 3 بنود جديدة في مشروع ميزانية الخارجية الأمريكية تنص على منح الدفاع المدني السوري 15 مليون دولار وإدراج شمال غربي سوريا منطقة مستحقة للتمويل وحظر استفادة الأسد من أي تمويل أمريكي.